وبقى البرتغاليون يسيطرون على المحيط الهندي. والآن سنتحدث عن المنطقة التي تهمنا كثيرا وهي عمان، والبرتغاليون يقدمون إلى هذه المنطقة للسيطرة عليها. طبعا قد يسأل سائل الآن أن تتحدث عن الدولة المملوكية، كانت هناك أيضا دولة أخرى توازيها في القوة وهي الدولة العثمانية. طبعا الدولة العثمانية كانت مشتغلة بحروبها في أوروبا، لأن العراق كانت تحت السيطرة العثمانية، بل حتى اليمن في بعض الفترات كانت تحت السيطرة العثمانية. فهذه المناطق مناطق مقابلة للمد البرتغالي الذي سيقتحم هرمز، ولكن البرتغاليين كما قلت كانوا، أو العثمانيين كانوا مشتغلين بحروبهم في أوروبا قبالة الفرنجة. عموما الغزو الذي وصل إلى عمان هو الغزو البرتغالي على يد القائد البرتغالي البوكيرك. وخرج البوكيرك في 7 سفن وفيها 460 مقاتل، وأول منطقة نزلها في عمان هي جزر كوريا موريا أو جزر الحلانيات اليوم. فنزل في هذه الجزر ودمر فيها ما يقارب من 30 إلى 40 سفينة كانت راسية في هذه الجزيرة، ودمر الجزيرة ثم خرج بعد ذلك باتجاه الشمال. فأول مكان نزل فيه في راس الحد، وأيضا هاجم السفن النازلة في هذا الميناء، وكذلك أيضا منطقة تسمى خور جرمة أيضا كانت فيها سفن عمانية ضربها بالمدافع. ثم توجه إلى صور، وعندما وصل إلى صور مباشرة أمر البوكيرك قادته بضرب وقصف المدينة. فقصفت المدينة وقصف المصنع، مصنع السفن، وكل المصانع الواقعة على الساحل. عموما كل ما طالته مدافع البرتغاليين قضي عليه، فدمروا مدينة صور وقضوا على كل الأسواق المقابلة للميناء.